حييكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا. اكيد الموعد المتجدد مع كره القدم اللبنانيه اليوم بدايه المشوار رسميا اذا فينا نقول لموسم 2019-2020 مع مباراه الكاس السوبر يلي عم تجمع من دون شك افضل فريقين بالموسم الماضي. عم بحكي طبعا على العهد بطل لبنان بطل الثنائيه الدوري والكاس والانصار وصيفه بالمسابقتين. المفارقه انه على ملعب صيدا البلد اليوم نحن موجودين مرتين التقوا بالكاس السوبر الفريقين بعام 2010 وكان الفوز من نصيب العهد 1-0 وبعام 2017 وايضا كان الفوز من نصيب العهد لكن هالمره بنتيجه 2-0. العهد عنده 7 ألقاب، الانصار عنده 5 ألقاب على صعيد السوبر. اذا في يقول هي معركه مفتوحه بين الماضي والانجازات الكبيره يلي عملها الاخضر والحاضر يلي فينا نقول سيطر عليه الفريق الاصفر. طبعا فريق العهد الغني عن التعريف على صعيد السيطرة على لقب الدوري بالموسمين الماضيين وايضا على صعيد النتائج الكبيرة يلي عملها على الساحة المحلية. الانصار يلي عم بيعود بقوة وطبعا اليوم عنده كثير من الامور وكثير من الرسائل يتركها للعهد قبل بداية الموسم الجديد. على كل حال الفريقين عندهم الكثير يقولوه. ايضا كابتن جمال الحاج يلي بنرحب فيه مرة جديدة عبر شاشة ام تي في موجود معنا وعنده الكثير من الامور الفنية. مرحبا كابتن جمال. مرحبا كابتن الاهلي ومرحبا جميع المشاهدين. بالبداية يعني السؤال اللي بيطرح نفسه والسؤال العريض، إلى أي مدى جاهز العهد والأنصار هيك مباراة لمباراة رسمية؟ سؤال مهم كثير. ببداية الموسم شفنا يمكن بالتحضيرات هذا الموسم لأفضل فريقين بلبنان لأن العهد والأنصار من السنة الماضية تحضيراتهم ما كانت كما يجب وبعتقد إنه المدربين والمديرين الفنيين منهم راضين تماما على التحضيرات بسبب إرباك بالجدول. كان فريق خاصة فريق العهد بعد ما خلص الموسم كان عنده كأس حد مشتت كان بين الساحة المحلية والساحة العربية والساحة الآسيوية. يعني تخيلت مراحل فريق على غرب آسيا المنتخب اللبناني أخذ لاعبين من العهد كان في لاعبين بعدها كان بوقت الراحة صحيح. وبالتالي هذا الإرباك ما بين الراحة والاستعداد للموسم الجديد وما بين المنتخب عمل إرباك بفريق العهد وخاصة كمان من ناحية الانتدابات من ناحية الأجانب وعم نشوف اليوم في غيابات كثيرة بالفريق. هذه كلها ما ساعدت على التحضير العام كما يجب لفريق العهد والأنصار بيشبهوا الأنصار إلى حد ما لكنه بنسبة أقل. هلا اللي بيعوض العهد انه لعب مبارتين على مستوى فينا نقول دولي، هيدا عطت فريق منسوب لاتحاد جدة ببطولة الأندية العربية. الأنصار لا، يمكن الفريق جاهز أكثر، الفريق لعب بكأس النخبة اللي أربكه هو بس موضوع المنتخب، لاعبين راحت مع المنتخب، لكنه كمان الأنصار ما لعب مباريات دولية، مشان هيك فينا نقول عوضت السلبية والإيجابية عند العهد، كمان السلبية والإيجابية عند الأنصار. وخصوصا مع التركيبة الأنصارية الجديدة للموسم والمقاربة الجديدة عند المدرب السوري نزار محروس. خلينا نروح مشاهدينا لنشوف سوا تشكيلات الفريقين، بداية بلكي بنكون مع تشكيلة فريق العهد يلي اليوم بيمثله بحراسة المرمى محمد حمود طبعا بغياب الحارس مهدي خليل المصاب، حسين دقيق من الجهة اليسرى وحسين زين من الجهة اليمنى بخط الدفاع، بيناتهم نور منصور والعائد خليل خميس، هيثم فعور ووليد شور عم يسكلوا ثنائية جديدة بلعب الوسط أو مركز الوسط المدافع، على طرفي الملعب ربيع عطايا وأحمد زريق، محمد حيدر لاعب خلف المهاجم الوحيد أحمد العكايشي المهاجم التونسي يلي الإطلالة الأولى له على الصعيد المحلي اليوم حتتعرفوا عليه طبعا مهاجم على مستوى عالي جدا، هادي خليل بحراسة المرمى كحارس احتياطي طبعا، حسين مندر محمد أدوح علي حديد طارق العلي محمد ملك جمال خليفة علي سبيدان محمود ماجد. خلينا نشوف أيضا بلكي بتشكيلة فريق الأنصار وبنحكي هيك سريعا عن الفريقين. نزيه أسعد بحراسة المرمى اليوم بشكل أساسي، اختاره نزار محروس على حساب حسن مغنية، حسن شعيط وشبريكو من الجهة اليسرى، حسن بيطار من الجهة اليمنى، عبد الله طالب مفاجأة التشكيل اليوم عم يلعب بشكل أساسي مع أبو بكر كمارة العائد إلى الفريق أيضا المدافع الغيني، عدنان حيدر وحسام اللواتي كلاعبي ارتكاز أمامهم حسن معتوق وثلاثي الهجوم المرعب حسن شعيط موني حسن سعد صوني والحج مالك، حسن مغنية معتز بالله جنادي جهاد أيوب عباس عطو أونيجا قاسم الشوم ألفريدو جريديني موسى الطويل محمود كجوك وحسن حمود هن على مقعد البدلاء. رح بلش بداية من العهد يعني العمود الفقري عند فريق العهد إذا في يقول على الصعيد الدفاعي غائب اليوم مهدي خليل بحراسة المرمى، أحمد الصالح بخط الدفاع وعيسى يعقوب يلي هو أكثر من لاعب وسط كلاعب وسط يعني عمود الفقري الدفاعي عند العهد غائب. وقبل المباراة كابتن كان حديثنا إنه اللي عنده المنظومة الدفاعية الأفضل هو يلي بيقدر يفوز بمباراة اليوم والأنصار يلي عانى أصلا من مشاكل دفاعية شفناها بالمباراة النهائية بكأس النخبة أمام شباب الساحل. صحيح يعني يبدو إنه فريق العهد بهذه الفترة عنده نقص كثير لكنه يبقى فريق قوي على ارض الملعب. واحده من المشاكل اللي ممكن يعاني فيها انه عندك عطايا ومحمد حيدر واحمد زريق حتى العكايشي لاعبين بيلعبوا بالقدم اليسرى، هيدي ولو انه هن لاعبين عاليين ممكن تاثر كثير. عم نشوف اليوم
تواجد وليد شور لعله يلعب بارتكازيان بوسط الملعب نسبة لتواجد حسن معتوق بميلة الأنصار عم يلعب وراء المهاجمين. وليد شور مع فعور ممكن يساعد بإيقاف حسن معتوق أو لحتم قدرة حسن معتوق. بالوقت يعني شفنا الفريقين عم يدخلوا الأرض الملعب عم يرفقهم أطفال من جمعية الإمداد يلي طبعا تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا هناك لاعبين ناشئين من أكاديمية كامبيونس يلي بيشرف عليها أو لاعب الأنصار السابق فادي الكاخي، الأكاديمية الموجودة طبعا بمنطقة حاصبية اليوم موجودين ليكونوا إلى جانب الفريقين. لفتة جميلة جدا من الفريقين أيضا مع دخول أصحاب الاحتياجات الخاصة من جمعية الإمداد يلي طبعا تحية كتير كبيرة لها على دورها الكبير يلي عم تعملوا بالمجتمع اللبناني. كابتن رح أرجع عند فريق العهد، عم بحكي كتير عن المنظومة الدفاعية الأمس صراحة اليوم هو التركيز على الناحية الدفاعية عند الفريقين بوجود عدد كبير من اللاعبين الفعالين على صعيد الهجوم. اليوم ثنائية جديدة هيثم فعور ووليد شور. ايه صحيح، يعني يمكن لاي مدى التفاهم اليوم ممكن يكون له تاثير بالثنائي؟ لا شك وليد شور لاعب كبير واثبت هذا الموضوع بالسنه الماضيه مع فريق الراسينج، لكنه بعتقد انه عم يفكر كثير انه يكون في عنده توازن دفاعي ناقص نتيجه النواقص الموجوده، وعم يفكر حتى بايجاد تواجد بدلاء. يعني حسام منذر على دكه البدلاء، ممكن اذا ملاحظ في مشكله فريق العهد بدكه البدلاء، قارن الانصار والعهد بدكه البدلاء بتلاقي قديش الفوارق، ودكه البدلاء لمصلحه الانصار. يعني عندك اونيجا على دكه البدلاء، عندك جهاد ايوب، يعني عندك لاعبين محمود كشك بيقدر يعمل هو فارق، حاول يعمل توازن دفاعي، وكمان لعله يمكن اذا المباراه راحت على وقت اضافي يكون عنده بعض الحلول مثل حسام منذر ومحمد ادوح بكوراء يستعملهم من الناحيه الهجوميه. دفاعيا كان كل الكلام بعد مباراه نهائي كاس النخبه بين الانصار وشباب الساحل عن الدفاع الانصاري، ان كان باداره الانصار يلي سريعا بلشت البحث عن مدافع و اعاده ابو بكر كمارا، هو قرار صحيح برايي لانه كمارا بيقدر يلعب اكثر من دور دفاع ان كان بقلب دفاع او بوسط الملعب صحيح، او ان كان على صعيد المنظومه الدفاعيه. اليوم الامر الواضح كان انه في اربع او خمس لاعبين بالانصار ما خصنا بالدفاع، هيدا كان ادائهم بالمباراه. بيقول على الانصار انه ينتبه، هو فريق كبير، مش كل مباراه سهله، مش رايح ليفوز، وعندما بيخسر ما لازم يتفاجأ، لازم يكون التقييم فني ومنطقي وواقعي دائما. لا شك الفريق عنده منظومة هجومية قوية، وبعض الأحيان بتدفع ثمنها بعض الريسك أو المغامرات، هون بده يكون منطقي. لا شك تواجد كامارا وعبد الله طالب اليوم كتشكيل ممتاز، وهذا للمستقبل يؤسس عليه، لكنه السؤال هل هن جاهزين؟ هذا بنشوفه خلال المباراة، لكنه كتأسيس لنادي الأنصار عبد الله طالب مع كامارا قادرين يعملوا التوليفة، لاعب القوي والأفريقي القوي مع اللاعب الذكي، وبيساعد كثير عبد الله طالب بتطليع الكرة. هون بيطار كمان حيعطي توازن دفاعي للفريق. تواجد اللواتي اذا بدنا نحكي فيه هلا، تواجد اللواتي هو من المساعدين بالمنظومه الهجوميه للفريق الانصار، لانه بس بمركزه للواتي مركزه منه الطبيعي، يعني بنعرف حسام اللواتي صانع العاب او جناح، اليوم عم تقتله نزعته الهجوميه بوجوده بهالمركز، بس مضطر المدرب عليه يوجد افضل توليفه، وعنده عدد كثير كبير من اللاعبين. هل على اذا اللواتي بيقبل بدوره وبيقوم فيه، انا برايي قادر يقوم دور كثير كبير، خاصه اذا انت عندك لاعبين كثير بالهجوم لازم كيف توصل لهم الكره، هي الاصعب بالنسبه للانصار. اذا ما استعمل ضده الضغط العالي، ومتوقع اليوم مع مهاجمين العهد الاقوياء بيستعملوا الضغط العالي، اللواتي بيساعد باصعاد الكره، زائد انه اللواتي اليوم من الممكن يكون متحرر من جهه حسن بيطار، بيطار بيثبت هو بيروح بيهاجم، وشبريكو من الجهه اليسرى، لان حسن بيطار اصلا مش من اللاعبين يعني بيقدر يزيده مثل حسين عواد، بصير عندك عبد الله طالب وكمارا وبيطار مع اثنين حيدر رباعي ثابتين، مره بيمشي اللواتي مره بيمشي شبريكو. بدي احكي عن موضوع اللواتي بس لنعطيه حقه لحسام اللواتي، يعني بالمباراه امام شباب الساحل اكد انه هو الوحيد من اللاعبين يلي كانوا موجودين اذا فينا نقول خارج خط الدفاع عم بيكون مسؤول عن دوره الدفاعي، واليوم مطلوب من حسن معتوق وحسن شعيتو موني وسوني يلي كان غائب عن هيدي المباراه شغل كبير على صعيد عدم السماح لهيثم فعور ووليد شور انه يطلع الكره لاحمد زراوي وربيع عطايا. المنظومه الدفاعيه لازم تبقى بتبدا من المهاجم، ما في حدا معزول من واي منظومه هجوميه بتبقى من حراسه المرمى. طبعا مهاجمين الانصار مطالبين ببدء المنظومه الدفاعيه من عندهم وتخفيف الضغط على لاعبين الوسط وبالتالي على الدفاع، الكل لازم عند خساره الكره يدافع، وهذا امر بعتقد قادرين مهاجمين الانصار يملكوا القوه والسرعه والبديهه والحيويه انه يقدر يضغطوا على 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 الناحيه الدفاعيه، وهذا امر كثير مهم عم نقوله انه اللاعب ما الفكره وين عم يلعب، الفكره انه عنده دور هجومي ودور دفاعي، هي يقوم فيه بسرعه التحول
الترانزيشن بالفوتبول الشربي اللي هو اهم شيء، سرعه التحول هو هذا اهم شيء عند الفريق كله، كان من حراسه المرمى ولا المهاجم، هذا لازم يعرفه. المهم العمل كمنظومه هجوميا ودفاعيا. الانصار بعتقد بيملك كل الحلول، بيقدر كيف بيملك كل الحلول، قادر خاصة إذا ما قدر يخرج الكرة من الخلف يوصل للهجوم، وعنده مهاجمين مثل صوني سعد وحجي مالك وموني ومعهم المعتوق بيقدروا يضربوا فريق العهد أو يضربوا دفاعاته. فبالتالي في شيء ميزة يعني بتشاركوها الفريق. بما أنك ذكرت المعتوق، يعني اليوم عم يلعب بمركز غير المركز يلي بدأ فيه مشواره مع الأنصار، ما موجود على الطرف، موجود خلف الحج مالك. قديه مهم اليوم دور المعتوق أنه يسقط بين هيثم فعور ووليد شور ليقدر يستلم، ليقدر يبني العمليه الهجوميه، الامر نفسه يلي المفروض يعمله محمد حيدر. هون الميزه اللي حنشوفها اليوم اذا املها عدنان حيدر واللواتي، انه عندما يسقط المعتوق خلف بين يقف بين الخطوط الدفاع والوسط، انه هن اللاعبين القادرين على التمرير للامام مش بس بالعرض. انت بدك لاعب الوسط اللي بيأدي التمرير الامامي، وهذا بنفقده بلبنان. لواتي قادر يعملها، هذا التمرير الامامي اللي بيضرب فيه خط كامل من الدفاع، يعني خط وسط متكامل بيضربه باربع خمس امتار بيلعب خلفهم، هذا المطلوب من اللواتي وعدنان حيدر اليوم. وهذا اذا تواجد المعتوق بهالمنطقه واستلم ممكن يصير كلهم قادر يمرر، قادر يمشي يعمل مراوغات وقادر يسدد. هون ما بعرف قد ايه رح يقدر يعمل مراوغات مع ارضيه الملعب، يعني الحشيش عالي جدا واللاعبين كثار مهاريين موجودين للأسف. اليوم على ارض ملعب صيدا البلدي. على امل مشاهدينا كابتن جمال اكيد رح نرجع نحكي نحن وياك على هاف تايم، على امل انه تكون المباراه جميله، مباراه تليق بمستوى الكاس السوبر، تليق بفريقين سوبر رح يكونوا موجودين بالموسم الجديد، اصبحوا اصلا قادرين على ارض الملعب بانتظار بدايه اللقاء. والكره الاولى اللي رح يحركها فريق العهد رح انتقل عند زميلي فارس كرم الى غرفه التعليق، ومن بعدها انضم له على امل اول 45 دقيقه تكون على مستوى الطموحات ونستمتع فيها نحن وياكم. تفضل فارس.